الاحترام للزملاء حضورك في الواقع ليسعني في البدايه الا اعبر بدوري على نفس المشاعر القلق والمرارة التي تحدث بها السي الرئيس وهي تحدث عن بعض الامور المتعلقه بالميزانيه والنظام على وجه الخصوص يعني الشكر المتعلق بالمذاهب وما اظن ان في ذلك عيب لان احنا بغينا المجلس ديالنا يكون مجلس ديال المصح يكون مجلس ديال المشوره الحسنه المتبادله فيما بيننا من اجل ارتقاء اداء المجلس نحو الافضل من اجل يعني تمكين الجماعه ديال انها ان تقوم بالدور الوظيفي تاعها كشريك اساسي للدوله في التنميه المحليه بمفهومها الشمول. اليوم يعني في موجب القوانين اللي تنشتغلوا بها كاين مبادئ كبرى كاين مبادئ ديال الحر كاين مبادئ ديال التفريع وهذه كلها في الواقع تتيح امكانيات ضخمه ما يمكن لها الا تخلينا متفائلين بخصوص امكانيه فتح واحد جيل جديد من الاصلاحات. احنا تطورت عميقه وصلنا القناعه على انه ما بقاش فقط مطلوب من المجلس ومن الجماعه اللي تلفت انها تقوم بديك الوظيفه الاوليه في تقديم الخدمات ديال القرى للمواطنات والمواطنين ديال الساكنه ديال تلفت. اليوم الجماعه ديالنا مطالبه باش تساهم ولو بقدر يسير في تعزيز مثلا وتحسين وتجميل قطاع الصحه العموميه في المدينه. اليوم الجماعه مطلوب منها كذلك ان تساهم ولو بقدر يسير ولو بشكل معنوي في انعاش المجال الثقافي والرياضي وراح نتكلم عليه السي الرئيس ما يمكن الا ان يكون في الاتجاه الله يسرها. اليوم الجماعه كذلك مطالبه ما عندكوش خلق مراسم الشغل ولكن ان تساهم في خلق الظروف المناسبه لخلق وظائف ديال الشغل لا بالنسبه للعاطلين اللي هما حاملين المشاريع او العاطلين اللي حاملين المشاريع. وبالطبع هذا الطموح الكبير اللي تعبر عليه المكتب وما يعبر عليه المجلس بكل يعني المكونات ديالو يمر بالضروره عبر يعني التفكير في كيف اعاده التوازن للماليه المحليه. هذه مهمه ما يعني ليست باليسيره المستحيل. سي الرئيس عبر عليها بواحد الاسلوب غادي تمشي معاه في نفس الاتجاه ونقول على ان من ضمن العيوب ديال اللامركزيه في المغرب هو انها تسير بسرعه. من جهه كاين قوانين كاين فرض انتاج القوانين كاين توسيع الصلاحيات والاختصاصات ديال المجالس ديال السبع والتسع ولكن في المقابل كاين يعني الشح كاين موارد ماليه قليله وقليله جدا ما تفوت بشيء التطلعات والطموحات ديال المواطنين وديال الساكنين. وبالطبع جميع المؤسسات اللي تتمشي بسرعه يعني بسرعتين تكون معرضه في مسارها انها تقع عليها حادثه سير وهذا ما وقع لبلديه تلفت سنه 2014 2014 ظهر اول مره ظهر العجز. مناسبه تظهر لي انا كنت حينها في الضفه الاخرى مناسبة كنت في المعارضة وكنا نتدارس مشروع الميزانية ديال 2014 يعني كنا في أكتوبر 2013 فبارز أول مرة هذا العز. العز يعني ملي تنشوفوا العز قد يعني سوء التأثير ولهذا يجب تحليله ما يعني علاش ظهر عندنا فجأة العز. العز لأن الميزانية ديال الجماعة بحكم مداخل بلا فرع ديال المملكة جوج ديال المليار لا نتحكم فيها هي الحصه ديال منتوج الضريبه على القيمه المضافه تتشيش على شكل اعانه وامدادات سنويه في نظام الوزاره الداخليه. الباقي هو جوج المليار هو اللي يمكن نتكلموا بلو خصنا نفكروا كيفاش ننميو. سنه 2014 كان مطلوب منا اننا ننميو من جوج المليار نوصلوا ل 3 المليار معناها تحقيق نسبه النمو ديال 50%. باش توجد مليار في هذا المليار نسبة النمو ديال 50% وما أظن أن هذه النسبة اللي حتى الدول اللي هي أعتى وسريعة النمو الصين الشعبية ما تيكونش عندها نسبة النمو ديال 50% بشكل مفاجئ. فإذا هكذا وقع العز باش ظهر وأظن أن الخطأ اللي نتحمل فيه بكل تأكيد كان مجلس جزء من المسؤولية وكان المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على وزارة الداخلية هي اللي بوكبت المجال وهي اللي ما خدتش الدينا كيفاش يمكننا ننميو المداخل واكثر من ذلك
لان وزاره الداخليه هي اللي جابت هذا المشروع ديال التدخير وعملته على الصعيد الوطني وخلات تقريبا جميع الجماعات وديال السيد الرئيس اللي دخلت في تبديل ديال قطاع النظافه تعاني مشاكل، لان ملي تتابع بواحد النشاط لابد ان تفكر في كيفيه تدعيم الموارد الماديه ديالك وترفعها بالقدر اللي يمكن تحافظ على التوازن ديالك. بالاكثر من ذلك يعني حيت وزاره الداخليه خلاتنا فاس فاس مع هذا التدبير وما تنزلش نساها حتى باش ترفعنا بشكل يعني جزافي من الدعم. ولينا سنويا كيطلب السيد الرئيس انه يمشي بالعلاقات ديالو باش يمكن يقلص من ذاك النسبه ديال العزل، واللي مع ذلك راه تراكم وصل ل 4 مليار، حيت 4 مليار مع 6 تراكم، اما العجز يمكن نسميه مليون تيبقى في حدود مليار و200، يعني المصروف ديال الشركه ديال الاس او اس. تيفير نهضر عليها السيد الرئيس، انا نعطيكم مثال في واحد المدينه اللي قريبه لتيفت، مدينه الخميسات. الخميسات الجغرافيه المساحه الجغرافيه تقريبا بحال ديال تيفت، عدد الساكنه تقريبا بحال ديال تيفت، الرواج الاقتصادي والتجاري تقريبا بحال ديال تيفت، ما كاينش تفاوت كبير، ومع ذلك تتحصل هي سنويا على 4 مليار ديال السنتيم كدعم جزافي للتيفت. بينما حنا في تيفت 50% ديالها، 2 مليار. هذا الشيء شحال من أكثر من ذلك، أكثر من ذلك هو الناس جماعة كروية ما عندهاش نفس العدد ديال السكان، ما عندهاش تطور العمراني اللي عرفها في مدينة تيفلت، عندها أكثر من ذلك. وبالتالي أنا أظن صوتي لما جاء في هذه التوصية ديال لابد أن نترافع كمجلس وأن نكون وراء السيد الرئيس من أجل أن نقوم بالمجهودات مع وزارة الداخلية باش ترفع عندنا الحصة الجزافية ديال تيفيا، ولكن حتى نستطيع أن نقنع وزارة الداخلية باش ترفع لنا، لأن كاين واحد المرسوم اللي على أساسه تتوسع وزارة الداخلية دوك تيفيا، لابد كذلك نحن بدورنا أن نقوم بواحد المجهود باش يمكننا نرفع من الموارد الدائمة، وهنا غادي نجي للنقطة اللي على أساسها ضمن هذيك الكلمة هو رسم الخدمات الجماعية. هذا رسم الخدمات الجماعية أنا لفت الانتباه ديالي أول مرة، لقيت فيه مبلغ مهم على المستويين، رسم الخدمات الجماعية المداخل المقترحة 600 مليون ديال السنتيم، وفي نفس الوقت الباقي استخلصه رقم دخل كذلك. هذا رسم ديال الخدمات الجماعية بعد استشارة مع واحد العدد ديال الأطو اللي عندها اختصاص سواء في إدارتها المباشرة وغير المباشرة، سواء كذلك على مستوى الطلبة الجماعية. وصلت واحد الخلاصة يعني مفاجئة ومؤلمة. اليوم في مدينة تيفلت بعد الإصلاح الضريبي اللي سنة 2008 واحد العدد ديال السامي ما تفرضيش ضريبة الخدمات الجماعية. تم حذف هذا الشيء نهائيا، وحتى أكون صادقا معكم أنا أعطيكم مثال أنا من أصل 3 بنود أن مثلا ندي واحد من سنة ندي حتى شي رسم ديال الخدمات. مع أن رئيس الوزراء إقرار بذلك والمفروض على أنه من يرسل. أنا مثلا نديش وانا على يقين على حسب المعطيات التي اعطيت من ذوي الاختصاص واحد العدد كبير معفى بشكل تلقائي، واحد الاصلاح الضريبي دارو في سنه 2008 قالوا لي عندو الرسم ديال الخدمات اقل من 100 درهم يلقى ويشقى، ولكن ما معنى رسم الخدمات؟ رسم الخدمات بين قوسين ديال الضريبه ديال النظافه، ما معنى اقل من 100 درهم؟ لان هذا الرسم ديال الخدمات يتم احتسابه على واحد القاعده اللي السوم القياديه ديال 10% ديال 10%. على اساس اللي تحلفوا على اساس ان كاين بيوت قيمتها الكرائيه هي 85 درهم شهريا. السعر الحاشر ما كان فيها وهو تاعو تلقيها 200 درهم 180 درهم. الحد الادنى الذي يطبق في مدينه تيفلت على مستوى رسم الخدمات هو 157 درهم. عمليه حسابيه على اساس قيمة كرائية سنوية 1500 درهم، معناه كأن هناك واحد العدد من البيوت القيمة الكرائية ديالهم في مدينة تيفلت هي 125 درهم، يعني ربما هذه المالية ما تعرفوش ما كاينش شراء بذلك، وبحال عندنا بيسون دو باراديس فيسكال كاين في المدينة، وهذا نحن ما عادش نفكروا باش نزيدوا على المواطنين، ولكن لابد من التفكير في واحد العدالة الضريبية، ما يمكنش شي يكون تيخلص وشي ما تيخلصش. أنا مقتنع، أنا متيقن، أنا متأكد أنه إذا طبق العدالة الضريبية طبق القانون، أنا أعلم أن هذا المبلغ ديال 600,000 درهم يمكن مضاعفته على 6 مليون، يمكن على الأقل مضاعفته كذا مرة. هذه
المادة بمفردها قال أنها تفتلعش وتحيد مدى العز نهائي. وعزيز عدينا كذلك فرصة أن تصيب رئيس المدرسة الفردانية باش يعطيو 15% في التربية، لأن أنت ترفع أنت من المداخل تلقى ينتزل لكم 15%. أنا أكتفي بالذكر ديال هذا أصل الخدمات الجماعية، لأن واحد العدد ديال المراجعة كذلك العكرية ما يمكنش هاد الدور ديال الجامعة وما تتحداش ليهم لسانهم ولو وصلوا معاهم اليوم معاهم جميع الإشارات ما تطلعوش بزيادة، يمكن نمشيو معاهم في النقص بالقيمة الكرائية، ولكن ما يمكنش واحد يكون تيستغنى واحد البيت عام وما تيأديش الواجبات الشهرية. أما بخصوص أستسمح السادة الزملاء ديال أعضاء اللجنة، أما بخصوص باب استخلاص حقوق وأكيد مرة أخرى أن هذا الباب استخلاص هي أركان مهمية لا علاقة لها بالواقع، وأن هذا الباب استخلاص راه واحد العنصر التشويش كاين عندنا في الميزانية، وأنا سأعطيكم الدليل القاطع على أن هذا الرقم هذا مبالغ فيه ولا يمت للواقع بأي صلة. تتذكرون جيدا أن الحكومة المقاة في 2016 سي معلن الخفيف واحد كسبته راه دار واحد الإعفاء حوالي 1,300,000 مواطن من الديون في القيمة ديالها أقل من 5 مليون والتي سبق أمر تحصيلها على سنة 2000، كان من فوق أن الإدارة ديال الضرائب المباشرة طبقت فيها القانون أن ما نبقاش عندي أنا نفس الباقي استخلاصه. هذه تعني حاجة خطيرة أن مسألة ديال الضرائب تتعامل باستخفاف ما الذي يتعلق بالرسوم الضرائب التي تستخلص لفائدة الجامعة. الخاص ومعلوم غير مع الخواص لان حتى البريبري في هذا الضرائب اللي تمشي للجامعه ما تيتقاضوش. هناك امال يجب ان نبقى متفائلين. انا سي رئيس الى سميتي والشرعي تفضلت هنا في مع السي محمد مع الموافقين نديروا شي مناظره محليه فيما بيننا بعيدا عن الاجواء ديال الاغلبيه العدديه وندرسوا المثال ونشوفوا